نبدأ الآن؟ كل شيء تمام؟ شكراً. أنا السفير الفرنسي وأنا مبسوط كثير أن أرجع في طرابلس اليوم بعد تقريباً سنة ونص خارج العاصمة. الآن نرجع في طرابلس كدليل الاهتمام المجتمع الدولي لهذه الحكومة الاتحاد الوطنية. كلنا نشجع هذه الحكومة الاتحاد الوطني لصالح كل الليبيين، عشان هذه الحكومة حكومة يقترحها الشعب الليبي. بالنسبة لنا نريد ليبيا حرة طبعا، ليبيا موحدة، وكمان ليبيا مستقلة. كلنا جائزين أن نساعد هذه الحكومة الجديدة حسب طلبة هذه الحكومة. لا نريد أن نتدخل في أي شؤون داخلية، نريد فقط مساعدة، ونريد فقط أن نشجع هذه الحكومة عشان هذه الحكومة تمثل كل الليبيين. الليبيين يريدون أن يعيش في الاستقرار، في الأمان، و نريد كمان كدولة مستقلة أن نرجع في أقرب وقت ممكن، وأن نفتح سفارتنا في العاصمة الليبية، ولتوفير الشعب الليبي كل الخدمات، خدمات الاقتصادية، خدمات الاجتماعية، خدمات كمان الثقافية، وكل المساعدة كمان في الميدان الأمنية. ولهذا السبب كدليل مشجعتنا لهذه الحكومة احنا موجودين اليوم. شكرا. انا سفير بريطاني بيتر ميلت. انا سعيد جدا مع هذه الزيارة، زيارتي الاولى الى طرابلس كسفير بريطاني. مثل ما قال زميلي السفير الفرنسي، هذا الزيارة اليوم هذا اشارة مهمة الى الشعب الليبي انه ندعم حكومة الوفاق الوطني، ندعم تنفيذ الاتفاقية سخيرات، لأن هدفنا تحقيق أمن واستقرار في ليبيا. قبل يومين في تونس رتبنا مع الأمم المتحدة اجتماع مع أكثر من 40 دولة ومؤسسات دولية لنركز على أولويات الحكومة الوفاق الوطني وكيف المجتمع الدولي ممكن ندعم الحكومة الوفاق الوطني لتحسين ظروف حياة الشعب الليبي. أنا سعيد جدا بوجودي في طرابلس، وأتطلع رجوع إلى طرابلس لفتح سفارة بريطانية مرة ثانية ولنقدم خدمات إلى الشعب الليبي في المستقبل. شكرا. Good afternoon. Thank you very much to all of you. We are here, the Ambassador of France, the Great Britain, and myself, Ambassador of Spain, to coming back after almost 2 years when we left at the end of July 2014. Very happy to support the government, to be at the disposal, and to repeat the same messages to all our interlocutors. We are committed with Libya, and we are here. أشكركم على الحضور. وجودي هنا مع السفير البريطاني والفرنسي هو لتأكيد دعمنا للحكومة، وهو يأتي بعد حوالي سنتين من غياب عن طرابلس منذ نهاية
شهر 7/2014 وبوجودنا هنا نرسل إشارة قوية لدعمنا لليبيا. To support and to encourage not only the government but all the Libyans, we are very close to normality, we are very close to peace, and the Libyan people deserve the better. So we are ready to be back as soon as possible to Tripoli. We as countries, as embassies, we are eager to open our embassies and at the same time to be accompanied by the our citizens. Citizens that are responsible of companies, citizens that are responsible of NGOs, and that with the same message, we miss Libya in the international arena, and we are ready to be here to support it, and to start to work hand to hand in the normality and peace ambience. نحن هنا لدعم ليبيا ونتطلع أن تعود الأمور إلى مجراها وتكون الحياة بشكل طبيعي ويكون في استقرار. أيضا نأمل أن يرجع مواطنينا لليبيا وأن تفتتح السفارات أبوابها من جديد. ما هو تقييمكم لجلسات المجلس الأعلى للدولة وخاصة بعد انتخاب المجلس الرئاسي؟ Before your meeting with the PCE, how you evaluate things, how you see things? The activity of the PCE itself, how they كل شيء إيجابي ونشجع نجاح المجلس الرئاسي في أقرب وقت ممكن وكمان نشجع تشكيل وتشكيل فعلي الحكومة الآن ونشجع الحكومة أن يكون فعلي في الوزارات الآن لازم الحكومة الجديدة أن تبدأ الشغل في أقرب وقت ممكن لصالح كل الليبيين ولصالح للخدمات كل الليبيين. قد تسوق مقالة الرائد عن حقيقة نحن نسأل عن ما هي نظرة المجتمع الدولي ككل إلى أو تطلعاته بالنسبة للجلسة القادمة للبرلمان الليبي وإمكانية تصويته للحكومة وما هي الضغوطات التي يمكن أن يقوم بها المجتمع الدولي على مجلس النواب يعني للدفع أو لدفعه للتصويت بإيجابية. المهم التنفيذ الاتفاقية بشكل دقيق وبشكل صالح. نشجع مجلس النواب ليقدم الثقة منح الثقة إلى الحكومة. لكن على نفس الوقت نشجع الانتقال السلطة ما بين الوزراء موجودين في طرابلس والوزارات هناك في طرابلس نفس الوقت. When do you expect the new government to start working in the ministries here in Tripoli? And are you concerned that they're not already there? متى تتوقعون أن تبدأ الوزارات في العمل؟ هناك خلف أن لم يبدأوا بعد. We know that the Presidential Council is working very hard to get the ministers in charge as soon as possible. نحن ندرك أن المجلس الرئاسي يعمل بجد ليمكن أو تمكين الوزارات من العمل. And we encourage the Presidential Council and all the ministers to take their charge as soon as possible. Again, in the benefit of all the Libyan people. هل تم وضع ترتيبات محددة من الدول الأوروبية لدعم الشعب الليبي وحكومة الوفاق الوطني في محاربة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية؟ Do you have any arrangements by the international community to support the GNA and the Libyan people in fighting terrorism and illegal migration? وما نوع هذه الترتيبات إن كانت؟ And if you have any steps taken, what kind? نحن الإشارة اليوم إنه نحن جاهزين
وعندنا الإرادة السياسية لاستجابة إيجابية إلى المطالبات من الحكومة ومن المجلس الرئاسي. كل شيء يعتمد على المجلس الرئاسي. ما في أي مثل ما قال السفير الفرنسي، ما في تدخل من المجتمع الدولي. لكن لازم استجابة إيجابية للمطالبات من الحكومة بالنسبة مكافحة داعش، مكافحة الخشرة غير شرعية، المساعدة الفنية لتعزيز قدرة الحكومة لتحسين ظروف الشعب الليبي. The first one is if there is any concrete specific plan to support Libya, I mean with money, as the UK government has announced and the Italian government, do we have something like that in Spain? هل هناك أي خطة ملموسة مالية لدعم ليبيا كما أعلن بعض الدول؟ فهل هناك شيء من إسبانيا؟ Well, of course, not only the Spanish government, all the governments of the international community are ready to start to support Libya, and we have been supporting Libya from the very beginning of the process. We have been with Libya, accompanied it for the last 20 months, and at the end, we are very close to this situation in which the embassies will be reopened, and we have already offered to start to be back to the diplomatic normality. So that means start to discuss projects, and not only projects of cooperation. We think that our firms that has been here is installed in Libya for many years are also thinking in coming back very soon. So start to work in equal foot with the Libyan partners. So it's not a question only of bilateral or multilateral cooperation. There are many interests for Libyans and for Spaniards and of course Europeans and the rest of the international community in which we can start to work immediately. الأمر لا يتعلق فقط بإسبانيا ولكن بالمجتمع الدولي ككل. نحن وقفنا مع ليبيا وزلنا ندعم ليبيا خلال العشرون شهر الماضية، كان في دعم كبير ليبيا. نتطلع لإعادة فتح السفارات وإعادة الشركات والبدء في مشاريع، ونتطلع ربما تكون على مستوى ثنائي أو كهيئات أو منظمات. شكرا. مع السلامة. شكرا.